ايه الاخبار النهارده يا دكتور؟ للاسف حاله القلب بتضعف يوم عن يوم، لازم يتنقل له قلب جديد وبسرعه. على فكره احنا دخلنا في مرحله الخطر وربنا يستر. اشرف بيه، انا عارف ان ده مش وقته، بس يا ريت حضرتك تعدي على الحسابات، يعني تورد لهم مبلغ تحت الحساب. شكرا. الصبر من عندك يا رب. كده برضه يا حاج؟ بقى دي عاملة تعملها فينا؟ كنت عايز تسترنا اديك عرتنا، كنت عايز تغنينا اديك فقرتنا، مبقتش عارف ادعيلك بالرحمة ولا ادعي عليك. اسمعني افهم كلامي، تعالى سعد احضرني. شوف يا سعد، انا بقول ان هم حلين مالهمش تالت، يا نقبل نطاطي شوية صغيرين لحد ما الدنيا تعدي، يا نرفض ونستحمل الخسارة. بس دي خسارة كبيرة قوي. هو ده بقى مربط الفرس، تعالوا بقى نحسبها كده، مكسب وخسارة، ونشوف هنكسب ايه ونخسر كام، وبناء عليه نختار بقى نرفض او نوافق. انت بتقول ايه؟ ده مبدأ مرفوض من اساسه. ايه يا اخي الجبروت اللي انت فيه ده؟ مع انه اكتر واحد فينا محتاج الفلوس عشان تعالج ابنك. الفلوس سبب من اسباب كتيرة ممكن تعالج ابني، انما الشافي الحقيقي هو الله. ازاي اطلب منه انه يشفي ابني وانا في نفس الوقت بعصيه وبخالف اوامره؟ بصراحة ما تعودتش اعمل كده، ولو حاولت يا اخي مش هعرف. انت غريب قوي يا اشرف. يمكن اكون مثالي في زمن ما فيهوش مثالية، انما انا هفضل كده ومش هتغير. وابنك؟ ابني بين ايدين ربنا، ولو عالجته بفلوس حرام ممكن يموت برضه، ولا اللي معاهم فلوس ما بيموتوش. انت قاسي قوي عليه. بالعكس، انا بحبه اكتر من نفسي، وعشان كده عاوز احافظ على الصلة الوحيدة اللي بيني وبين ربنا، يمكن يكون هو ده السبب الوحيد لعلاجه. افهم بقى يا اخي. أشرف، تعال أشرف. لا إله إلا الله. أخوك ده عايز يفقدنا. هو برضه اللي هيفقدنا. أنا مش زعلان إن هم شكوا فيا، الصدمة كانت شديدة عليهم، أنا لو مكانهم كنت هفكر كده. ولا يهمك يا سي مختار.